اسم محمد حسين هيكل في الكلام دكتور، أوه. وصارت نوع من المساجلة أو الرد منك على محمد حسين هيكل، ومحمد حسين هيكل رد على آه. موضوع اعتبارك أن مصر في السنوات الأخيرة من عهد مبارك باتت منبطحة لأمريكا وإسرائيل. إيش وانت الجرى؟ وانت ذكرياتك في السياسة ما بتنسيش أبدا، انت مخيف. احنا في محضر الدكتور مصطفى الله الخطي، الله يخليك. لا نستطيع احنا ان سعداء بذاكرتك وعقلك. اللي حصل يا سيدي ان انا لاحظت ان احنا بنحاول نرضي امريكا بكل الطرق. يعني لو جاي مسؤول امريكي وطالب من مصر 4 طلبات وعايز يرجع بيهم 2 منهم على الاقل موافق عليهم، ها يرجع معاه 5 موافق عليه، واحد زيادة، نايمين خال منبطحين للامريكان على الاخر، وعلاقات جيدة مع اسرائيل، وكان في اصدقاء من مسؤولين سياسيين عسكريين اسرائيليين قريبين من مبارك. حتى اشتكى لاحدهم، بس انا ناسي اسمه، مش هيرتزوغ، لا اسمه، اشتكى لاحدهم من موقف الامريكان منه في الثوره، قال له شفت باعوني ازاي، يعني ما معناه ان الامريكان باعوا مبارك. طبعا وفعلا دخلنا الامريكان عنه ما ليه، طبعا امال ايه، قالت له ناو ستيب داون ناو يلا كوندليزا رايس. كوندليزا رايس طيب المهم، فانا كتبت مقاله قلت يبدو ان هناك احساس عام لدى تيار كبير في البلاد بان رئيس مصر القادم لابد ان يتمتع برضاء امريكي ورعايه اسرائيليه. وانا كنت اقصد ما اكتبه انه لابد، مش هتقدر تجيب حد يحكم مصر في ذلك الوقت، ها بالاشاره الى قضيه التوريث بقى، الا بعدم ممانعه اسرائيليه وبقبول امريكي. قامت الدنيا ولم تقعد بقى. استضني عمك هيكل وكتب لك شاهد من اهلها، شاهد ده مش اي حد، ده مصطفى الفقي الذي كان يعمل مع الرئيس ويعرف كواليس الرئاسة، لازم هو عنده فكرة عن الموضوع ده. يا عم هيك اللي على فكرة ونهيلة، ده اجتهاد شخصي وتحليل عقلي أكاديمي بحت. لم يتركني، عملني كأن زي الحزام الناسف الذي يحتضن به النظام فينفجر. وطبعا النظام أحرج وتضايقه من كلامي، بينما كثيرين اعتبروا أن ما قلته، وكان الحديث مع صحفي شهير الدكتور محمود مسلم مصري، كان رئيس تحرير صباح المصري اليوم، ودخلنا في سجلات ليس لها حل.